مباشرة معي من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. أهلا ومرحبا بك خولة. لو نرصد في البداية آثار القصف وأماكن الاستهداف من الشمال وإلى الجنوب. نعم، سأبدأ من المناطق الشمالية. هذه المناطق شهدت عدد من الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة، ولكن كان من الملاحظ وجود اشتباكات عنيفة في عدة محاور أساسية، أبرزها المحور الشمالي الغربي وعملية التقدم للأليات والدبابات العسكرية في محاولة لإعادة الموضع في المحاور التي كانت قد انسحبت منها سابقا في أيام التهدئة السبع الماضية، وبالتالي هناك كان عملية اشتباكات واضحة في تلك المحاور، بالإضافة أيضا إلى سماع أصوات اشتباكات واضحة أيضا في مناطق حي الشيخ رضوان وسط محافظة غزة، بالإضافة أيضا إلى منطقة النصر والجلاء. هذه المناطق تعرضت إلى وابل من الغارات الإسرائيلية والقذائف تحديدا التي أطلقت من قبل الأليات والدبابات العسكرية بشكل عشوائي تجاه منازل والمواطنين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى الحديث عن وجود عناصر تابعة للفصائل الفلسطينية قامت بالمواجهة والاشتباك في تلك المنطقة بشكل أيضا عنيف للغاية في تلك المناطق. المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية منذ ساعات أمس ومنذ الإعلان عن عودة العمليات العسكرية تعرضت إلى وابل من الغارات الإسرائيلية وبشكل مكثف وعنيف للغاية. منطقة دير البلح تعرضت إلى عدد من الغارات بالبوارج البحرية الإسرائيلية بعشرات القذائف التي أطلقت على المناطق الغربية منها، بالإضافة أيضا إلى المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى تعرضت إلى عدد من الغارات التي أطلقت من قبل الآليات والدبابات العسكرية. أما المناطق الجنوبية خان يونس ورفح والتي كان لها النصيب الأكبر من الغارات منذ ساعات أمس حتى هذه اللحظة، منطقة خان يونس تعرضت إلى عدة أحزمة نارية تحديدا في المناطق الشرقية منها، والتي كان قد تحدث الجانب الإسرائيلي عن إمكانية توغل بري فيها، وهذا يشبه تحديدا ما حصل عام 2014 عبر عدد من الغارات وسلسلة من الغارات، يعني تقدرت بأكثر من 50 غارة في أقل من 10 دقائق في منطقة واحدة، وبالتالي يبدو أن هذا تمهيد واضح لعملية توغل بري قادمة، بالإضافة إلى استهدافات أخرى من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي الذي تكثف في سماء المناطق الجنوبية تحديدا في مناطق خان يونس ورفح، وكلها استهدفت منازل ومساكن المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى عدد من المساجد الموجودة في مناطق مكتظة للغاية، وبالذلك ارتفعت عدد وحصيلة الضحايا والإصابات في هذه الليلة إلى أكثر من 700، وصلت إلى كافة مستشفيات قطاع غزة.